في قصة لك مع سامي الجابر يوم في الباص كنت ايوه انت. كنا نغني ذاك اليوم. صح، كنا جايين من كأس العرب، كأس العرب، لا كأس آسيا، سوري كأس آسيا 96 في الإمارات. هذيك البطولة بصراحة حققناها عن جدارة، كنا قاب قوسين نطلع برا، لكن ربنا أعطانا إياه في النهاية لأنه بذلنا جهد كبير، حنتكلم عنها بعدين إذا حبيت. فبعد ما وصلنا طبعا كنا مبسوطين جدا، كان في التسجيل في شو اسمه يا ربي الجمعان لاعب الهلال والعويران خميس، كانوا يغنوا في الباص، كنت انا جالس وجنبي سامي وسامي قاعد يغني يمول، فحطيت الميكروفون لسامي ما عارض ولا شيء فكمل، فكانت جميله بصراحه. كان ساسي. انا الذي من كثر الحزن مل الحزن مني سمعت لحني من به صمم. أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون.